لكن شريعنا ولله الحمد والمنة مبناه عمق تبل كون الله مخنياته مسرته نايم قشا ملك زيبلو تصريتون تقول لكم نتاع تقطري خلقا ملائكاتات كم سبكم سولو كم زقولو عفز حلفون قليز لكن نتاع هوتون خطر فيلو كابا يبلع نيوتو طرح تترفو له مالتي كم سبكم سولو تقول لكم نتاع تقطري خلقا ملائكاتات كم سبكم نتاع هوتون خطر فيلو كابا يبلع نيوتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتين أحتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهم بار توفيق نيربي سبحانه وتعالى خوينو أجد داستي زخنة أرستي العلنا كنزاربينا أزي حجي النزاربولو أرستي ننويح جزي زوسديو ورب سبحانه وتعالى كوفقنا دماني نلمنو كبرى تحوات أسلمنا أبحمشت مأزنات تمسرتو الله أركان الإسلام بحال مالتيو إذي قداي ني أركان الإسلام أركان الإيمان أركان الإحسان زبل كلاتنا عبي مثل إشتي ود تبعتاي قوال نستيتي مهور زي مهور كلو عبزي قداي زي زلو فلتت عمق سبل كون الله مخنياتو مسرتاوي سلزقني أركان الإسلام إن شاء الله تنتانيناتو كنريهنا بفلاي دماني أبتي حديث جبريل تباهيلو زفلت أبرواية مسلم زلو نعوه بزيادة كنتنتنوينا كم أقداسيقن مقدمة ويمقدم زخوون كنفلتو زقبقانا قدين تهالو علم الشريعة علم الكتاب والسنة نخنفلت تعريخ نقبر على النمالتيو كل جزي علمي زعلم سب باللج أناتو عبيو ويكفي في شرف العلم وأهله أن الله عز وجل استشهدهم على وحدانيته تزعاب الله سبحانه وتعالى نسمات مريت دك سبات نقول زفتر العلماء نعون بحتو نخن جزءون كنملخانيو نتوحيد خلقنا أبتي قداي نيتوحيد تزلا على زبهال نعو مسكرنت زخونو أهل العلم يمئلو رب سبحانه وتعالى نزوم فلتزلو من الشريعة رب سبحانه وتعالى نئدوهم وأخبر أنهم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال نا الله سبحانه وتعالى دماني نيبحق إفرحي كبو زخون فرحي زفارح دماني اتوم فلتزلوهم مخانم دماني رب سبحانه وتعالى اب قرآن نجيرونا ولذلك ربنا عز وجل انتايلو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى بعلو ننفسو مسكر الله بجي كاي كالي بحق زم الله يلن كومو دماني اتوم ملائكا بلوطات مروطات زخونو تئزاز ناي رب سبحانه وتعالى زفصمو زخونو نساتومين مسكيروم بجي كا حدا الله بحق زم الله بحق عبادة زغبؤو يلن إلوم كومون ربنا عز وجل تايلو وأولو العلم كومو دماني اتوم سفلتس زخونو خشيا فرحنا ربي زلوهم عذمان ربي زفلتوين ازي اتومين مسكيروم بجكا حدا الله تزيكوينو كالي بحق عبادة زقبؤو يلن إلوم قائما بالقسط اي بالعدل بفتح زخوني بفلتس زخوني بجكا حدا الله كالي عبادة زقبؤو يلن إلوم مسكيروم مالتيو سلزي الله سبحانه وتعالى نتوم بلوطات ملائكة كومو دماني نتوم أولو العلم فلتت زلوهم
نزي آتوم كم دمسكورو أبتي ني وحدانيا خقلت سألنان كلو إزي انتاي رد أنا مالتو فلتاتن بقار علم الشريعة إزي عبي درجة كم زلو مالتو بزعبا فضلنا علمي زعلم سب شريعنا ربي زفلت سب درجو عبي مخانو رب سبحانه وتعالى زنقرنا أب قرآن الكريم أب أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زنقرنا بزحيو قوات إركاون أي تودون مالتيو حدي كابو ربنا عز وجل انتايلو إنما يخشى الله من عباده العلماء نا الله سبحانه وتعالى بحق فرح زلو اتوم فلتت زلو ميوميلو كل جزي أنت دع فلتت على لو خينو أنت على لو مالتيو عذمان يا ربي فلتيو عذمان يا ربي فلتت خينو دماني أزي فرحنا يا ربي الله مالتيو ولذلك ثبت عنه أي نبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين النبي صلى الله عليه وسلم تايلوم نحاد باريا رب سبحانه وتعالى خير انت دعا دليلو أبدينو فقه قبرو رب العالمين علم الشريعة يهبو انت دعا خير دليلو نزي حديث زي حديث معاوية كمون حديث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالوتون نزي زحبر بزح أحاديث على النمالتيو إذي بحد وقن انتهي رد أن مالتيو ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به بالخير ما أراد به الخير انت دعا غير متفقه كوينو كابز حديث زي انتهي رد أن مالتيو خير زي دليلو ربي أبدينو فقهي قبرو انت دعي لنا خير انت دعا زي دليلو دماني ربي فقهي قبرو ني مالتيو سلازم بقاري علم خل وكان شريعة أقداسيو ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نزي شريعة حزم ودمتو نزي علم زي حزم ودمتو مثاله ومنا النبي صلى الله عليه وسلم كل أبصحيه زتبهالو كل خير زبله عزيز ومنا كل شر زبله كل كيلو منا كل علم أبز القرآن الكريم أب أحاديثنا النبي صلى الله عليه وسلم كل علم نيد حلفن نيد متسن كل خنتات نيوم القيامة كل قليت أم الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمه إذا علم زي حزي دمت أخو إذا علم الشريعة زي بزعبو دخو نقركم لهم أب رواية البخاري ومسلم زركب حديث أبي موسى رضي الله عنه انتايلو من النبي عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إتي ربي ليخون دلو حزيو متعزلخو برهان زخوني كان عنا زلو من قدي ناتو مثالي دخو نقركم إلوم كمثل غيث إلوم أصاب أردا لكع كمزي ماي أمريت زورد كابس ماي هاريمو أمريت مسورده فكانت منها طائفة طيبة قبلت منها الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير قال مريت له ما شاء الله تطح زخونه لملم زخونه ما يكهرمن كله نت ما انت يقبر يعقر مالتيو ما يطبق يريحز ابو تزرع كالو ددل خايو طاف تزرع كا سرنا تزرع كا كل يبغلل كا تا مريت طبق تلملمتي سلا زخونه مالتيو لكعكم ودمان حجري خات مثالي نبي صلى الله عليه وسلم كقلت لنا خلو وكان منها اجاد بيلم قال مريت دمان له مالت فولي زخونه انتي زخونه ايزي امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا انتي يقبر مالتي قال مريت دماني ما يعقر مالتي ماي ما شاء الله هذ كله زهارمي عقروا تنيح مالتي سبات متيوم كابون دا قالول يوسدو بل كابون دا سحابو دماني ازرت زرعو ديوم كابو دماني يتقاملو حجي كلته مريت زي احنتي نرئسا تتقيما أبو بزح فرتاتون هبا كاب أبو بزح سب تتأكد ملا مالتي إذا حنت مريت دماني أكيباتو أو أهليلاتو نتماي دماني كاب ندامو دماني سبات يتقامون ناتاتم كونتات يكايدون كاب أيتقامو إلو من النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتخلئتي كفل مالتيو إنما هي وأصاب منها أخرى قال سالسيت كفل دمان الله انت إذا سالسيت كفلي إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا
حنتي دكفل دماني لا سالسي تدماني سوق الكان نغز تزخونت مريت مالتي لا ما يواهللت ولا زرع وينزري كلا دماني زي تبوك المالتي حجين تايزي مثال زي كرد أنا زخيل انت دايلنا انتي لما النبي عليه الصلاة والسلام مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم تقدميتي امباري مثالناتا كم انتايو كمزي حادك بخاتكم فقه يوسد يعلم احكام الشريعه يوسد نروسو تتقيمو ابتكبار او علو ندق سبع دماني يمهرن يفلطن مالتيو قال اي دماني يوهلل مالتيو كمتا زلاتا ولا بزو فقه تزي حالو ولا غله نتا احاديث نتا قران الرسول صلى الله عليه وسلم دماني حيزوا طرح انت يغبر مالتيو يوهلل الكمالتيو كندي يالو ما شاء الله دخاتوبو كندي يالو دحافزو مالتيو كمتا زلاتا غيروم دماني دبصحوا مالتيو تسالساي جن ومثل من لم يرفع بذلك راسا لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به تسأل سيد دما لا ما يتحز ولا أيتبو كل دماني كم دماني لو قال دماني لا أيتكمو لا نسبة أيتكمو ولا حنتتي وحي زورده كي تتكملو زترفو الله مالتيو إذن إذا أنت يرد أنا مالتيو علم زلو وسب وي أوهليلك نسبات تم حلالف انت عم حلالف كلهم مسمى حلالف كلهم بدحريهم دموت ودماني اتفق هدماني رب مبلغ او عمن السامع لهم النبي عليه الصلاه والسلام قال له حنتي حديث نيروس صلى الله عليه وسلم يسمع كم تازلاتا كي غدله كي نكي كم اغيرو يم حلالفا اتسال سي اكل دولو كبزي نيروس صلى الله عليه وسلم احاديث بزح فقهات بزح احكام يستنبط مالتي إذا أتم شركاء كوينو مالو أب أجري إذا سال سيد ما ما شاء الله حافظ ووس فقه وسيدوس أحكام وتيوس لدك سبات كمان يمهر مالتي إذن هذا هو العلم هذا هو النور النبي عليه الصلاة والسلام حيزو مدو مزو كم من تايجيرو مساليه بمو كم زي مايك هارمون كلو لكعكم إيو مالتي قالي زيتك أمالو قالي دماني زيتك أمالو لو مالتي رب سبحانه وتعالى كابتوم تتقمتي يكبرنا مبارزي لومي حزنا يدلنا تحستو بزعبا منتاي يبره انت دايلنا قداي ناي اركان الاسلامنا كنزارب مالتيو قداي ني اركان الاسلام اقداسيو مهنياتو تعندنا اسلمنا امنتاي قويمولو امنتاي تسريتو زولو بزعبو زبره مالتيو نزي كنقلت انكلنا حديث اللو حديث جبريل تباهلو زفلت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه زم حلالفو نعو كنرئين كنقلت انينا مالتيو مهنياتو كابزا حديث زي مجمرا نتحديث كنقرأينا نتحديث معنى ناتاوين كنرينا بدحريو إن شاء الله رب سبحانه وتعالى عدمنا عدمكم كنوحو بأبوشتو آتينا دما بزوح تنتانيتات بزوح فقه دوسودو برهان سلزخونا زدينا بزوح كاب أحاديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم انوستون انمهارون دما بحبار كنرينا مالتيو قرب عرفنا كنملسينا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارنتي حزنا نحنا تحستو نعو كنقصلينا تي غداي نزاربولو زلنا اب غداي ني اركان الاسلام والايمان يلنا حديث جبريل الله سيدنا عمر رضي الله عنه ارضاه زم حلالفو انتايبل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حد أوان مس رسول صلى الله عليه وسلم كف إلنا انكلنا حد سبعي مزئو إذ طلع علينا رجل كدانو كتريو خلخات أعدى خدان دتخدني
كومو دماني صغرو تسليم مالتو دورونا قل ملا زيبولو لا يرى عليه أثر السفر نايم قشا ملكت زيبولو تسريتون تخلقو نتاتو قطري أخلقا ولا يعرفه منا أحد كابانا دمان دفولت أزيلو ودا عد خينبلو تي تسريتون قلن كحجي خابزي قروبيت قزا دوات ايد مسل انتو خونا قن دفولتو كابانا يلن حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدي إلو مزيو أبتا تغانى رسول صلى الله عليه وسلم أبقى المرسول كوفيلو فأسند ركبته إلى ركبته بركو مسبركو اللاقب أبيلو كوفيلو ووضع كفيه على فخذيه إيدو دماني أبسلفو أنبيرو كوفيلو وقال يا محمد إبلوم الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إلو تسويعوهم أخبرني عن الإسلام إلوهم بزعب أسلمنا نقرني إلوهم عجيب صحابة زخون نزي منظر يريلو غشايو كيبلو سن كنتاتون غشا لي مثل هندبت مزيو كوفيلو ادب زلو احترام زلو غيرو كوفيلو انت محمد عليه الصلاه والسلام بشمم صويعو بولو بزعبا اسلمنا نغوروني الو حاتيتوم النبي عليه الصلاه والسلام تايلمو بزعبا اسلمنا سلاز حاتتهم بار اسلمنا يبلو الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بلوه زي اتقدامتي عندنا اسلمنا مالتي زي اتقدامتي نا اسلمنا اقداسي سخنت مباري شهاده بزعبه اسلمنا دحرريقه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بلوه حاده وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا الهم اذا حمشت اركان نغيرمو طبعا تنتاني ان شاء الله بتدمص خرينا كوم يلوم مش نغرو قال صدق تايبلوم حق خايبلوم فعجبنا له يساله ويصدقه صحابه تجرمهم كما يسب عايزين توايو كما يزبليو مزيو ما شاء الله بكل ادب دلو كوفيلو حاتيتو النبي صلى الله عليه وسلم حاتيتو خبق مسملسلو حق خا دماني ايلوم كما يلو حاتيتو كم زي فلت كوين ملي سودماني حق خازب لهم زلو إلهم تعجبهم سحابا فعجبنا له يسأله ويصدقه يحتت حق خادماني بلهم قال فأخبرني عن الإيمان بزعبا إيمان نقورني إبلهم نرسول صلى الله عليه وسلم قال انتهي لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان تن أركان الإيمان نفلت أن مالتي الإيمان إلهم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره لومه تنشدشت أركان الإسلام نفلتن نعند ما نكيرومه تنتاني إن شاء الله عبد المتسن ماني كن رئينا مالتيو كم زي لوم تن أركان الإيمان دمامس نقروه قال صدقتي لوم حق خاي لوم بدحريو قال فأخبرني عن الإحسان بلو بزعبا إحسان نقروني بلوم زي درجة الإحسان الإسلام والإيمان تزلع على انتاي متزي الإحسان يدمتزي بلو بزعبا إحسان نقروني لوم حجكم مسبولم تايلم النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه نا الله سبحانه وتعالى لك كم ذات رئيز الله أخوين كعبادة تقبر فإن لم تكن تراه فإنه يراك سخاكو تزير أخايون رب سبحانه وتعالى ونحن كن رئيو أين خليننا لكن فإنه يراك نسو إرئيكاس لزلو مباريك كم ذات رئيز الله زي درجة الإحسان نايقين مالتيو لك خم ترئيز الله أخوين كان رب عبادة تقبر الله خلقا زي إحسان إلمو قال فأخبرني عن الساعة نزين وديو أركان الإسلام والإيمان والإحسان مسحاتهم بلو بزعبا قيامة نقرني لهم قال انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل إذا تحت هذا اللخام بأري إذا معاسيا قيامة تبلا هذا اللخام معاسيا يوم الساعة تبهال القيامة القارعة بزوح أسمات يزلوا عبي قدين تدأخوينو بزوح أسمات يزلوا مالتيو نزيد ماني الساعة تبهال مالتيو بزعبا يوم القيامة نقرن مسؤولهم إذا ما المسؤول عنها بعلم من السائل كاب حتاتين العلي أي فلتني إلمو ويد ماني حتاتين حتاتين إذا قد إذا معاسيا قيامة زفلت إلن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل تتحتاتي كابت حتاتي زفلت قد يبلون ما نمسب حتاتو زبتح انت بتح درجو معاسيا قيامة الكايو كنقركا أي كإلنيو مخناتو علمها عند ربي معاسيا تأكل رب سبحانه وتعالى إذا فلتا
إزي مسبولهم بزعبا ساعة باري معاسيا زفولت إيه باللين مسبولو النبي عليه الصلاة والسلام وي حتاتين أي فلتني مسبولو قال فأخبرني عن أماراتها بل تامعالتاكو كمزو خاب كونت تملسي بل ملكتاتو نقرني إذا قياما زياسي ناتا ملكت انتايو إلو حتيتوهم انتاي لما النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفات العرات العالة رعاء الشاء يتتأولون في البنيان بأركب تملك كتات ناي قيامة حانتي أما عبارنة زنبرت تلد ربتها تأززا كتولد كلا إذا طبعا إن شاء الله بتي تنتاني ناتو مسأتنا بزوح شروحات ناي علماء اللو مالتيو بمعنى حدا كابت علماء نزي في السروان كله انتاي بلو أن تلد الأمة ربتها يعني عقوق كبت زيحيو ولاد نولاديو دي سمعالو جزي كبت صحيو ولادي كبرتو عبيو انت خونقين تي قيامة قربن كله نولادي قيمة كبرت زي بات دي وهابولو جزي كترين كلخا ازي ملكت نايوم القيامة ايو إلمو أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفات العارة العرات العالة رعاء الشاء تتأولنا في البنيان توم تمالي تمالي تريهم زنبركا والحانت زينبورم ترى إقروم زخودو زنبورو كدان زينبورم عروقات زنبورو إزيوم هافتي مومسي بلا سوتات تدارا ربيخ صرحو خطرين كلقا إزوين ملكتنا قياما إيلمو دحراي ثم انطلق إزي حاتيتو إزي حاتاتاي بدحريو كيدو إبل سيدنا عمر فلبثت مليا يعني وقتا يسيرا مالتيو قرب تسانيحة مالتيو دحرو قرب تسانحكو قال يا عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتدري من السائل إذا زحتت زنبرة حتو تاتسي فليت كيدو انت عمر إلى ما قلت الله ورسوله أعلم أي فلت كوني لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام انت إلى ما فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم كفلتكم مزيو دحت الزنبرة إذا حتاتي جبريل إلهم أبقل قال رواية تالو رأي وسكزي حتاتي مسؤولهم وطيو خبت مسكين كيدهم حسوسو تقولوا يمان تقام أي رخبون مستمولوسو ماني مسؤولهم إذا جبريل إلهم من النبي عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم دينكم ديناتكم دينكم كفلتكم مجيء كم حتى تمثلوا إلى مم النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث عظيم زي عبي حديثه بزوح تنتاني زاد لي إمالته لكن بحسر زبالة بزعبا زي حديث زي كنرئين كلنا أولا يستفاد منه فوائد بزوح فائدة إنا خابزي حديث زي نرخبو تغمتات منها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كم ترى سبيوم نيروم مستوم صحابة كوفي بلو نيروم أنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا فلتأس لزلني إلكا نبينهم فلي زخونة مقامتي فلي زخونة بوتا أين برومن كان يجالس أصحابه مستوم صحابة مستوم يوم بحادئهم حبيرهم كوفي بلو نبرو وهذا الهادي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام درجهم عبيو كبرتهم عبيو انت خونقن توادع ناي نبي صلى الله عليه وسلم تحتنا ناي نبي صلى الله عليه وسلم مسؤوم ترى قوينهم يوم كوف دبلنيروم انت فلتأزل لك ناي الدنيا تخون ولاد بصحك تبصحك كبخان لعل فلات اتكم دلوك تفلت عليك انت ناي شريعة انا حفيزي قرآن حفيزي احاديث حفيزي ايقلت ولد الله خادماني حجون تحتنا قبريخا مسؤوم ترى سبات مسؤوم حادم خانكا فلتقا عند الله أبقى المربي وفلتت هالوكا كبرتها لك يوم القيامة إن شاء الله أنت رأبت تكبرك سريحك أنت خونقين تعبيت كلوك يقولون هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالخلق قبلك سبات من يفلات أنت رأيك هو النبي صلى الله عليه وسلم رأي كنتاتهم مستوم صحابة بحادي كوفي بلونيروم بل حادي كمسلم زدالي ويبزعبان أي رسول صلى الله عليه وسلم كحاتت زدالي زكو جبريل سلزقونا متي كوفي لو حاتيتوهم دي فلت أمن رسول تخوينوغن أبي اللوتي
لوخناتكم عبيل لو ترسل ناتكم يدبلو مغناتو لك النبي صلى الله عليه وسلم مستوم صحابة كفسلوا لزبلو زنبورو مالاتيوم وقارنا نبي كبرتنا نبي ولا عبين تخوني ريخ اللخا تي نبي صلى الله عليه وسلم تحتنا ناتهم نعنازي عبي تمرتي مالاتيو ومنها كابزي فائدان تاين ركب أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة مع الناس ومجالسة وألا ينزوي عنهم دهالو انتهالو فلتديو هافتديو كابدك سبات كرحق يقولون مسحواتو كل لاجزي مساعتهم كوف مبهلتي كخونا له مالتيو كاب سبو كرحق يقولون ومن فوائد الحديث أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخشى الإنسان على دينه كل لاجزي مسحب كاخد كون مسحب كاخد حواس وسوي تدبلت إلا انت دام منكر زجبر كونو انت دعا كابدين كازد عفكا نقرات انت دعا اللو خوينو ترحا كازي اتربالت ايه لكن الناس على الخير انت دعا اللو خوينوم ذكر الله دقبرو بربد الزخاخورو كومو دماني تبوء زربا دزاربو مجالس ناتاتهم خير دلو انت دعا خوينو كاباتهم كتف اللي يبل كان مالاتيو ولذلك جزي اللوح ما أزخونا جزي دمت قالوا أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر قالوا قل قل وان كمتسيح ما أزخونا بجيكا منكرات بجيكا فسوق بجيكا حمات زي كوينو كالي زي بلو جزي خمتسن كلو أبتي جزي تحادي تلباقع حيزو وسن وسن مستمايد اللون مستريتون ترح كوف دبلولو دبل تسألو جزي كمتسي إلوم النبي عليه الصلاة والسلام سلازين تنقاه تخونتها تبقى اللي خوينو مسحواتك كتفل اللي يبل كان مالتي ومن فوائد هذا الحديث كابس حديث زي فائدة نرغبو أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر ملائكة رب العالمين قدرة هبوامي بناي بشر بناي دك سبات تمثيلهم كموت يقول اليوم نفستنا مريم بشر كونو تمثيلو متيوا النهد ماني نبرسول صلى الله عليه وسلم تمثيلو كم سب متيوم لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور كم زحجيد قلت او أكدادون اون كومو دماني كونتاتون كومو عين التقليت ام كموت او يخولي ام ملائكة مالتيو ومن فوائد الحديث كابزا حديث زوين ان رغبة تغمي حسن أدب المتعلم أمام المعلم مستي ربي علم زهابو كابو علمك توسدن كلخا انتاي كلوا كالو مالتيو حسن الأدب تبو ركب كلوا كالو مستي فلت أسلو أبزخون يخون نهاية الدنيا يخون نهاية أخيرا يخون فلا سبن تلع أخوينو كبرتناتو كتبو ألكا مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كوفي لو من كلو جبريل ماتيو وحي حيزو دماتي درسنا عنا خوننا تمرتن خوننا جبريل عليه السلام كميلو بأدب باحترام كوفيلو كومو دماني النبي عليه الصلاة والسلام بأدب حاتيتوهم كساب تملسز هو سوق إلو سميعو مستمل سلو مسودو النبي عليه الصلاة والسلام دماني مليسو دماني حتو حاتيتو أك أمامت أنا إقرو أك أمامت أنا إيدو كلو خنريون كلنا مستي فلتات زلو سب كل جزينات كانتك خونا لو مالتيو هدأت زلو كومو دماني كبرت كتبو لكا مخنياتو علم زلو سب درجو عبي سلزخونا مالتيو مبار ازي حديث ناي جبريل بزوح فوائد ان رخبولو سلزخونا نتي فائدة بحافشة مستقسنا بتن تاني دماني ابتي ني اركان الاسلام ابدمتز تحستنا كنقلت انا مالتيو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. We'll be right back.